يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يزوج الرجل ابنته من حروري مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدر، فهل معنى ذلك أنه يرى عدم صحة النكاح من هؤلاء؟ هو بلازم، قد يكون لو يزوجه لأنه يؤثر عليها. الفاسق المسلم الفاسق وهو مسلم ومؤمن لكن يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب، عنده معاصي ظاهرة، ما تزوج من بنتك منه لأنها تتأثر به. ما هو معناه أن العقد ما يصح، لكن معناه أنك سلمت بنتك لإنسان يفسد أخلاقها ويفسد دينها. نعم.